بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو وصلنا لآخر تمرين من تصحيح ديال الامتحان الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء. تمرين رائع جدا، غادي يستفد منه الجميع إن شاء الله ديال الهندسة الفضائية. عندنا فيه الأسطوانة وعندنا فيه كذلك الهرم. إذا ديجا خدمنا تمارين اللي مهمة في هذا الامتحان، ودابا وصلنا لآخر تمرين اللي هو التمرين الخامس. إذا البداية ديال التمرين من هنا، قالك يتكون الشكل الأسفله من أسطوانة السي، أسفله يعني راه في الصفحة الأخرى، من أسفله من أسطوانة السي قائمة ذات الارتفاع او اس. دونك عندنا واحد الأسطوانة هنا، هي هذه الأسطوانة الكبيرة، عندها الارتفاع هو لا 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 هو القطعة او اس، دونك مسافة او اس. واحد اقطار قاعدتها بد، دونك القاعدة ديال الاسطوانة راه عبارة عن دائرة، والقطر ديالها هو القطر بي دي. واضح؟ اذا القطر بي دي والقطر ديال هاد الدائرة ديال القاعدة ديال الأسطوانة. لك وبداخلها هرم بي ارتفاعه او اس. دونك الهرم هو هذا الملون، هو اس ا بي سي دي، هو هذا الهرم اللي مسمينه هنا بي. قالك ارتفاعه او اس، عنده نفس الارتفاع او اس، هو الارتفاع ديالو، وقاعدته عبارة عن مربع ا بي سي دي. اذا ا بي سي دي عبارة عن مربع القاعدة ديال الهرم اللي عندنا هاد السؤال. اذا تتم السؤال الاول، علما ان المسافة ا سي كتساوي 6، عطينا المسافة ا سي و اس ا كتساوي 5. اس ا هي هادي، قالك بين ان اس او كتساوي 4. ملي غادي نحسبوا المسافة اس او و ا بي، المسافة ا بي نبينو انها كتساوي 3 جذر 2، عفوا. دونك كيفاش غادي نحسبوا المسافة اس او؟ شنو غادي نستعملوا؟ دونك المسافة اس او حنا عندنا غير ا سي وعندنا اس ا. دونك مادام عندنا ا سي غنقدروا نستنتجوا ا او، انت ا او هي المنتصف ديال ا سي، ديال ا بي سي دي معرفين، مربع القطرين ديالو كيتلاقاو في المنتصف، خاصية من خاصيات ديال متوازي الاضلاع. اذا او ا عندنا هي 3، هي النصف ديال ا سي. عندنا اس، وغادي نستعملوا مبرهنه فيثاغورس على المثلث اس او ا قائم الزاويه في او، ولكن قبل خصنا نبينوا علاش قائم الزاويه. دونك عندنا اس او هو الارتفاع ديال هذه الاسطوانه، او ارتفاع ديال الهرم، ديروا غير ديال الهرم. اذا اس او عمودي على المستوى ا بي سي دي في النقطه او، وعندنا ا سي كيمر من نقطة O. إذا AC عمودي كذلك على SO. القاعدة شنو كتقول لنا؟ إذا كان واحد المستقيم عمودي على مستوى في نقطة معينة، فهو عمودي على جميع المستقيمات اللي كتمر من هاد النقطة. إذا أول حاجة غندير، لدينا ما يكفينيش هاد الشيء وبغيت نشرح لكم أكثر، دونك غادي نستعمل ورقة. السؤال الأول، عفوا، لدينا SO عمودي على المستوى ا بي سي دي في او، عمودي على المستوى ا بي سي دي في النقطة او، و ا سي ندير و ا سي المستقيم ا سي كذلك يمر من او وينتمي كيمر من او، وضمن المستوى ا بي سي و ا سي مستقيم ا سي ضمن المستوى ا بي سي دي. دونك ضمن كنرمزو لها بهذا الرمز هذا، ده كيعني ان المستقيم ا سي كيوجد ضمن المستوى ا بي سي دي. اذا اس او، قلنا اس او الا كان عمودي على المستوى، إلا كان عمودي على واحد المستوى في واحد النقطة معينة، فهو عمودي على جميع المستقيمات اللي ضمن هذاك المستوى وكتمر من هذيك النقطة. إذا اس او عمودي على ا سي، وبالتالي دونك مادام اس او عمودي على ا سي، شنو غنستنتجو بالنسبة للمثلث اس او ا؟ وبالتالي المثلث اس او ا
اس او ا قائم الزاوية في النقطة او. اذا مادام قائم الزاوية نقدر نطبق عليه مبرهنة فيثاغورس المباشرة، وندير اذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا دونك قائم الزاوية في او، اذا اس ا غيكون هو الوتر، دونك اس ا اس 2 كتساوي او ا اس 2 زائد او اس اس 2. دونك او ا عفوا او ا راه هي قلنا هي اسي على جوج، استسمح الروح دار لي حالة عفوا. دونك او اس قلنا او ا هي النصف ديال اسي، و اسي عندنا هي 6، دونك او اس او ا او كتساوي 3، دونك ا او هي 3 اس 2 زائد او اس، من بعد غادي نشرحو علاش، زائد او اس اس 2. او اس اصلا هي اللي كنقلبو عليها، هي اس او لا او اس اس 2، و اس ا اس ا عاطينها لينا هي 5 اس 2. دونك غندير هنا منين جبت هاد التلاتة ضروري نذكر ندير لأن أو منتصف القطعة أ سي. يا إلهي دونك نكملو هنا، عندي 5 أس 2 كتساوي 3 أس 2 زائد أو أس أس 2، دونك 5 أس 2 هي 25، 3 اس 2 هي 9، غنحولها لهذا الطرف، نخلي المجهول اللي باغي انا هو اللي نخليه للطرف الثاني، دونك 3 اس 2 هي 9 ونحولوها هنا غتولي ناقص 9، ونخلي المجهول او اس اس 2 نخليها هنا باش ما نضطرش انني نقلب لي الاشاره تولي ناقص او اس، وعاوتاني نعاود نحيد الاشاره السالبه. دونك 25 ناقص 9 هي 16 تساوي او اس اس 2. دونك حنا مادام باغيين او اس ما باغينش اس 2، دونك غندخلو الجذر مربع، دونك الجذر مربع ندخلوه هنا وندخلوه هنا، ديجا عندنا هادو مسافات كيكونوا اعداد موجبه. هنا اس 2 تحيد الجذر وغتبقى او اس اللي كنقلبوا عليها، وجذر 16 راه معروف هو 4، اذا المسافه او اس كتساوي 4 سنتيمتر. عندنا الوحده هي الوحده اللي عندنا هي سنتيمتر، واخا هما ما دايرينش غير الوحده، دونك الا ما كانش ديري الوحده ما ديرش حتى انت الوحده، خليها هكاك. ثم قال النبيين ان ا بي كتساوي 3 جذر 2، يعني المسافه ا بي كتساوي 3 جذر 2. اذا كيفاش غادي نحسبوا المسافه ا بي؟ دونك عندنا ا بي سي دي عندنا مربع، وعندنا فقط المسافه ا سي، وعندنا حتى المسافه ا او، ولات عندنا المسافة أو أسيرة بحال هادي 6 وهادي النصف ديالها 3. دونك هنا نقدرو نستعملو مبرهنة فيثاغورس على المثلث ABC. ABC غتقولي لي راه عندنا غير AC، دونك AB راه هي نفسها BC، حيت AB و BC متساويين، حيت عندنا ABCD مربع، يعني جميع الأضلاع ديالو كيكونو متساوية. إذا غندير لدينا المثلث ABC قائم الزاوية في بي، إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة لدينا الوتر غيكون هو AC، دونك AC أس 2 كتساوي AB أس 2 زائد BC أس 2. اذا مادام ا بي كتساوي بي سي، يعني نقدر نعوض ا بي اس 2 و بي سي تاي نكتبها ا بي اس 2، حيت متساويين، ا بي راه هي بي سي و ا سي اس 2، دونك هذا كيعني ان ا سي اس 2 كتساوي ا بي اس 2 زائد ا بي اس 2 راه هي جوج ا بي اس 2، واضح؟ اذا حنا باغيين ا بي دونك حنا باغيين ا بي
شنو غنكتبوها بدلالة أسي؟ غنكتب دان أ ب أس إتنان، بغيت هادي دونك غنشد هادي ونقسمها على جوج، كتساوي أ سي أس إتنان مقسومة على جوج. إذا أ ب أس إتنان كتساوي، دابا نعوض أ سي بالقيمة ديالها، أ سي راه هي ستة، دونك هي ستة أس إتنان على جوج، هي 36 على جوج، دي أ بي أس إتنان. دونك أ بي أس إتنان كتساوي 36 على جوج هي 18. حنا باغيين أ بي، دونك غندخلو الجذر المربع، أس إتنان تحيد الجذر وتبقى لنا أ بي، وجذر مربع 18 غنكتبوها هي جذر مربع 9 في جذر مربع جوج، حين 9 في جوج هي 18. إذا أ بي تساوي جذر 9 معروف هو 3، وغتبقى لنا 3 جذر 2، وهي اللي طلبوا منا أننا نبينوها، 3 جذر 2 ها هي 3 جذر 2. إذا ندير يعني دونك فين وصلنا دابا؟ هذا السؤال الأول كملناه، سؤال مهم جدا استعملنا في فيثاغورس المباشرة. السؤال الثاني قالك تحقق أن حجم الأسطوانة هو في واحد كتساوي 113.04، وأن حجم الهرم في اثنان هو 24. إذا غادي نحسبوا حجم الأسطوانة، سمينا هنا في واحد. الحجم الأسطوانة شنا هو؟ هو الحجم ديال، هو الحجم ديال القاعدة ديال الدائرة مضروب في الارتفاع. الأسطوانة ما كنديروش ثلث، الهرم هو اللي كنديرو ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع. أسطوانة هي مساحة القاعدة في الارتفاع، إذا هي مساحة الدائرة اللي الشعاع ديالها او سي. دونك المساحة ديال القاعدة شنو؟ المساحة ديال الدائرة شنا هي؟ المساحة ديال الدائرة هي الشعاع اس اثنان في بي، هما راه ديجا عاطينا هاد بي هي 3.14. دونك الشعاع شنا هو؟ الشعاع هو او ا ولا او سي، دونك غندير هي او ا، او ا اس اثنان في بي في الارتفاع اللي هو او اس. دونك تساوي او ا، راه قلنا هي النصف ديال ا سي هي 3، دونك غندير هي 3 اس اثنان في بي هي 3.14، هي اكثر من 3.14، ولكن هنا قالك ناخذ 3.4 حيت ما محدوداش الفاصله ديالها. دونك في باش تخرج لكم نتيجه مضبوطه كيديروها 3.14. في او اس، او اس شحال لقيناها؟ لقيناها 4، وكنحسب 3 اس 2 هي 9، من الأحسن نحسب بالآلة الحاسبة نيشان. دونك التطبيق العددي 3 أس 2 في 3.14 في 4، دونك شحال تعطينا؟ غندير بالفاصلة، فعلا تعطينا 113.04، دونك هي 113.04، وهي اللي طلبوا منا أننا نبينو. ندوز دابا الفي دو اللي هو حجم الهرم. دونك الحجم ديال الهرم شنا هو؟ هو ثلث مساحة القاعدة، يعني واحد على ثلاثة في اس. القاعدة عندنا هي المربع ا بي سي دي في الارتفاع، غادي نعوضو. دونك هي واحد على ثلاثة، مساحة ديال المربع شنا هي؟ المساحة ديال المربع هي هي الضلع اس اثنان. عندنا الضلع ا بي عطينا لنا ديجا حسبنا 3 جذر 2، دونك غندير في ا بي اس 2 في الارتفاع، الارتفاع ديال الهرم هو او اس. دونك تساوي 1 على 3 في ا بي قلنا هي 3 جذر 2، دونك غندير 3 جذر 2 اس 2 في الارتفاع اللي هو او اس اللي ديجا لقيناها هي 4، وغادي ندير التطبيق. دونك نحيد هاد اس 2 في 3 جذر 2 اس 2 راه هي 9 في جذر 2، دونك 3 اس 2 9، وجذر 2 اس 2 هي 2، 9 في 2 هي 18 في 4. دونك 18 نقسمها على 3 هي 6، و 6 في 4 فعلا هي 24. دونك في 2 كتساوي 24، وهي اللي طلبوا منا نبينوا ان في 2 كتساوي 24.
دونك السؤال الثالث قالك نقوم بتكبير المجسم بنسبة 2. هذا المجسم هذا كامله الأسطوانة بالهرم ديالو بكل شيء غادي نكبروه بنسبة ديال 2 المرات، يعني غادي نضربوه في 2 غيولي كبير 2 المرات من هذا المجسم هذا. قالك احسب حجم الجزء الذي سيبقى فارغا داخل الأسطوانة بعد التكبير. واضح؟ دونك حجم الجزء الذي سيبقى فارغا، بحال هنا الاسطوانه اللي عندنا هنا، فين هو الجزء الفارغ؟ الجزء الفارغ هو هذا اللي بالبيض، هو اللي ما ملونش. دونك حنا مطلوب مننا نحسبوا الحجم ديال هذه البلاصه هذه بعد التكبير، يعني فاش يكبر حسب لي هذه البلاصه هذه البيضاء الجزء الفارغ. دونك باش نحسبوا الجزء الفارغ خصنا الحجم ديال الاسطوانه وخصنا الحجم ديال الهرم. كنجدوا الحجم ديال الاسطوانه غنقصوا منه الحجم ديال الهرم وغيعطينا داك الشيء اللي يبقى خاوي. عفوا غير سمحوا لي اليوم كنعاني مع الرواح، ولكن بغيت نكمل لكم هاد الامتحان. دونك اعتذر. اول حاجة خصني حجم الاسطوانة بعد التكبير، وخصني حجم الهرم بعد التكبير، ومن بعد كنشد حجم الاسطوانة بعد التكبير نقص منه حجم الهرم. دونك حجم الاسطوانه بعد التكبير غنسميه في واحد بريم، ديجا عندنا هذا في واحد. اشنو كيساوي؟ كيساوي نسبه التكبير اللي هي ك اس 3 في الحجم اللي كان عندنا في في واحد. واضح؟ دونك هي ك اس 3، هي احنا عندنا نسبه التكبير هي 2، دونك هي 2 اس 3 في في واحد عندنا هي 113.04. دونك شحال غتساوي؟ 2 أس 3 راه هي 8، وغندير 8 في 113.04 شحال غتعطيني؟ دير بالفاصلة تعطيني 904.32. دونك 904.32 دابا مزيان. دابا غادي نشوف حجم الهرم بعد التكبير. دونك غنسميو في جوج بخيم. دونك هي نسبة التكبير أس 3 من الحجم، الحجم كنضربو في نسبة التكبير أس 3 ولا التصغير أس 3، من مساحة لمساحة أس 2، ومن مسافة لمسافة كنديرو غير أس 1. دونك في في جوج ك أس 3 هي 2 أس 3 في في جوج اللي كانت هي 24 الحجم ديال الهرم. دونك هي 8 في 24 شحال كتساوي؟ كتساوي 192. إذن دابا غنقدروا نستنتجوا نسبة أو حجم ديال المسافة الفارغة. إذن حجم الجزء الفارغ بعد التكبير. لاحظوا هذا السؤال ذكي شويه، في بزاف ديال الحسابات عوض ما يقول لك حسب لي حجم الاسطوانه بعد التكبير ويقول لك حسب لي حجم الهرم بعد التكبير، عطاك هاد الجزء الفارغ باش انت ضروري خصك تحسبهم باش تستنتج هاد الحجم هذا. دونك كنسميوه في 3. اشنو كيساوي؟ كيساوي في، نسميو في 3 بخيم باش كلشي يكون عندنا بخيم. دونك حجم الاسطوانه اللي هو في 1 بخيم ناقص حجم الهرم اللي هو في 2 بخيم. دونك هادو اللي فيهم بخيم راه بعد التكبير. دونك في 1 بخيم هو 904.32 وغنقصوا منها في 2 بخيم اللي هي 192. دونك شحال غادا تساوي لنا؟ دونك هنا فاصلة 0.032 غنهبطوها وندير الفاصلة. 4 ناقص 2 هي 2، 10 ناقص 9 هي 1، هنا تبقى لنا غير 8. 8 ناقص 1 هي 7. دونك هي 712.32 هو الحجم ديال الجزء الفارغ بعد التكبير. دونك تمرين متكتك
نتمنى انكم تكونوا استفدتم منه مزيان وتكونوا فهمتوا مزيان هذا الشرح هذا، نكون عند حسن ظنكم. دونك ما تنساوش الدعم ديالكم باللايك واشتراك في القناه ومتابعه للصفحه اصحاب نجمه 6، وسيرتو البارطاج، بارطاجيو هاد لي فيديو هادو باش ما يبقاوش غير عند 100 شخص ولا 200، بغيتهم يوصلوا لاكبر عدد ممكن ان شاء الله يستفد منهم. ونتلاقاو عما قريب في امتحان جديد ان شاء الله. اعطوني الاقتراحات ديالكم، شنو الامتحان اللي بغيتو نخدموه من وراء هذا الامتحان هذا. هذا رسالينا فيه اسئله وتمارين مهمه جدا، 4 ديال الصفحات كاملين خدمناهم، جميع الفيديوهات غادي نلقاوهم في الصفحه ديال الفيسبوك وكذلك في القناه ديال اليوتيوب. اذا تهلاو فرصكم، تلقوا عما قريب في تصحيح امتحان اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.